أنت تعنينا شيخ الكذابين حبيب اللوز، هذا مريض نفسيا محترف الدجل. أنا لا أتحداه لأنه أصغر من ذلك بكثير، أنا أتحدى رفيق حولي أو حول أي من رفاقي في قيادة الحزب أنه تعاطى مع أي جهاز من أجهزة الدولة من أي وزارة على امتداد 23 سنة أنا استقيل من العمل السياسي. لكن وقلي أنا توجه لي بن علي بأربع استدعاءات ورفضت أن نمشي، كان هو أحد مدحي بن علي. لماذا تنسون أن رجل غنوشي كانت ثقته في الله أولا وفي بن علي ثانيا؟ لماذا تنسون أن النهضة رشحت بن علي في انتخابات 2 أفريل كان مرشحها تحت عنوان مرشح الميثاق الوطني، في حين كنا وقل قليلة أطراف يسارية التي رفضت هذه العملية وتصدت لها. النهضة شريكة في التأسيس للديكتاتورية النوفمبرية، وهي عنصر أساسي في المشروع الأمريكي الصهيوني في تونس الآن، وهي الدعم الأساسية لبناء ديكتاتورية جديدة. لذلك نتحدهم أمام شعبنا في أن يطرحوا سيرتهم ونطرح سيرتنا النضالية، لنرى من أين عاش وكيف عاشوا ومن مولهم وكيف عشنا ونتحس الآن وعلى امتداد مسيرتنا. هذا أولا. ثانيا، ما كان قبل الحرك أحد أذنابهم أحد الخدم لديهم وانكشف أمره لدى الرأي العام التونسي، هاو الآن جابوا بعض القادة متاع حركة النهضة اللي كل يدرك احترافهم للكذب لأنهم حزب لا أخلاقي بامتياز.